إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون اتقوا الله حق التقوى وأحسنوا، فإن الله يحب المحسنين، وتوبوا إلى الله جميعا فإنكم إليه لا محالة راجعون. عباد الله، إن من الحقوق التي ينبغي أن ننتبه لها ونؤديها لأصحابها حقوق الحيوان، فقد قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسير الآية: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. جميع الحيوانات الأرضية والهوائية من البهائم والوحوش والطيور كلها أمم أمثالكم، خلقناها كما خلقناكم ورزقناها كما رزقناكم، ونفذت فيها مشيئتنا وقدرتنا كما كانت نافذة فيكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي ما أهملنا ولا أغفلنا في اللوح المحفوظ شيئا من الأشياء، بل جميع الأشياء صغيرها وكبيرها مثبتة في اللوح المحفوظ على ما هي عليها، فتقع جميع الحوادث طبق ما جرى به القلم. وقوله تعالى: ثم إلى ربهم يحشرون، أي جميع الأمم، الإنس والجن والبهائم والدواب، تجمع إلى الله في موقف القيامة، في ذلك الموقف العظيم الهائل، فيجازيهم بعدله وإحسانه، ويمضي عليهم حكمه الذي يحمده عليه الأولون والآخرون أهل السماء والأرض. فيوم القيامة سيحاسب سبحانه جميع الأمم، حتى يقتص للشاة التي ليس لها قرون من التي نطحتها بقرونها. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى يقال للشاة الجنحاء من الشاة القرناء، والجنحاء هي الشاة التي ليس لها قرون. هذا الاقتصاص من حيوان إلى حيوان، فكيف بالاقتصاص من إنسان؟ وفي مسند الإمام أحمد بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقتص الخلق بعضهم من بعض، حتى الجماء من القرناء، الجماء وهي الجلحاء التي لا قرون لها، وحتى الذرة من الذرة، والذرة في الكتاب والسنة هي النملة. فإذا كان يقتص يوم القيامة من الحيوان الذي لا تكليف عليها ولا حساب، بل حتى من النملة، فكيف بالإنسان الذي كسر نعجة بحجر أو عصا، أو ربط حمارا والدماء تسيل من رجليه وهو لا يأبه بها، أو يسيل الدم من ظهره وهو لا يأبه بها؟ يا عبد الله، الحيوان يتألم كما أنت تتألم، فالحيوان له حقوق يجب أن تعلمها وتعمل بمقتضاها.
فإن كنت قد فرطت في بعضها فتب إلى الله عز وجل وأحسن فيما بقي حتى لا تأتي يوم القيامة ولم يسلم منك أحد، لا إنسان ولا طير ولا حيوان ولا حتى حشرة. فمن حقوق الحيوان ألا تشق عليها في العمل. فعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال عبد الله بن جعفر رضي الله عنها قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم فأصر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس. قال فدخل بستان لرجل من الأنصار فإذا جبل، فلما رأى الجبل النبي صلى الله عليه وسلم حن ودرفت عيناها، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ترفاها وهو المكان الذي في آخر الأذن، هذا المكان الذي يعرق منه الجبل، فمسح ذرفاها فسكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صاحب الجبل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال لي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم أما تتقي الله في هذه البهيمة التي ملككها الله؟ إنه شكى إلي أنك تشيعها وتتعبه، أي تتعبه. ومن ذلك أيضا ترك الوقوف عليها يعني على الدواب واتخاذها كراسية من غير حاجة، ومن ذلك ترك الوقوف عليها واتخاذها كراسية من غير حاجة، لما روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم أن تتخذوا دوابكم منابر، فإن الله إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وجعل لكم الأرض فعليها فقضوا حاجتكم. ومن حقوق الحيوان أيضا ألا تقتل صبرا، كما يفعل بعض الناس فيضعون جراء الكلاب والقطط في حفر حتى تموت، ويدخل في ذلك أيضا اتخاذها غرضا فترمى بأن تمسك وتجعل هدفا يرمي إليه حتى تموت، ففيه تعذيب لها. ففي صحيح مسلم عن هشام بن يزيد بن أنس بن مالك رضي الله عنها قال دخلت مع جدي أنس بن مالك رضي الله عنها دار الحكم بن أيوب فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها. قال أنس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. ومن حقوق الحيوان أيضا عدم لعنه. ففي صحيح مسلم عن عمران بن حسين قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفارها وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذوا ما عليها ودعوها، أي على الناقة، خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران فكأني أراها الآن تمشي في السوق ولا يعترض لها أحد. ومن حقوق الحيوان ألا تفجع البهائم في أولادها، ويدخل في ذلك الصيد الجائر أو الصيد للمتعة لا للأكل. فعن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنها قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فرأينا حمرة وهو نوع من الطيور في الصحراء معها فرخان، فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تفرش ريشها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه لولدها ردوا ولدها إليها. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم قرية نمر قد حرقناها فقال من حرق هذه؟ قلنا نحن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. واسمعوا قول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
وصفيه وخليله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله، فهي وصية ربكم للأولين والآخرين. عباد الله، ومن حقوق الحيوان إراحتها عند ذبحها، فعن شداد بن أوس رضي الله عنها قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرتها فليرح ذبيحتها. وهذا رفض مسلم. وعن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنها رأى رجلا يجر شاة ليذبحها، فضربه بالدرة وقال: سقها إلى الموت سوقا جميلا. ويدخل في ذلك عدم سلخها حتى تبرد. ومن حقوق الحيوان مراعاة مشاعرها، فلا تحد السكين أمامها. ففي مصنف عبد الرزاق عن عكرمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا أضجع شاة فوضع رجله على عنقها وهو يحد شفرتها وهي تنظر إليها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، أردت أن تميتها موتاتا، هل أحددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ بعدما سمعتم ما سمعتم فلا تعجبوا بعد ذلك إذا قرأتم أن أبا الدرداء رضي الله عنها يقول لبعيره عند الموت: يا أيها البعير، لا تخاصمني عند ربك، فإني لم أكن أحملك فوق طاقتك. فلقد دخلت امرأة النار في هرة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة، أي قطة، ربطتها فلم تطردها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. وإنه من المناسب أيها الأحبة أن أختم بهذه القصة وما فيها من عبرة. يحدث المفسر اللغوي الكبير الزمخشري صاحب الكشاف عن نفسه أن إحدى رجليه كانت مقطوعة، قال: وذلك أني كنت في سبايا أمسكت عصفورا وربطته بخيط من رجلها فأفلت من يدي، فأدركته وقد دخل في شقة فجلبه من الخيط فانقطعت رجله في الخيط. فتعلمت والدتي لذلك وقالت والدة الزمخشري: قطع الله رجل الأبعد كما قطعت رجله. يقول: فلما وصلت إلى سن الطلب رحلت إلى بخارى أطلب العلم، فسقطت عن الدابة فانكسرت رجلي وعملت علي عملا أوجبت قطعها. عباد الله، هذه حقوق الحيوانات، فما بالك بحقوق الناس. واعلموا رحمني الله وإياكم أن الله جل جلاله أمر بأمر بدأ فيه بنفسها وثنى بملائكته، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك صلاحا في أنفسنا وصلاحا في أزواجنا وصلاحا في والدينا وصلاحا في أولادنا وصلاحا في علمائنا وصلاحا في ولاتنا، أنت أرحم الراحمين وأجود الأجودين. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارفع عنا الربا والزنا وأسبابهما، وادفع عنا الزلازل والمحن وسوء الفتن
ما ظهر منها وما بطن يا أكرم الأكرمين. اللهم تقبل توبتنا وثبت حجتنا واغسل حوبتنا واغفر زلتنا وأقل عثرتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم قنا برحمتك عذاب الجحيم، واجعل منازلنا ووالدينا في جناتك جنات النعيم، وجميع المسلمين يا أرحم الراحمين. عباد الرحمن، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم النعم يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.